السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صنعنا في الفيديو السابق هذا الشكل وعملنا له رندر بالألوان وبكل شيء، ثم قررت أني سأعمل فيديو عن صنع حجر من أحجار الشطرنج، لكني قررت في النهاية أن أغير الأمر إلى التحدث عن الشيدر إيديتر، لأني أظن أن الجديد في بلندر سيرتبك لماذا هناك قسمين للتحكم في المواد والألوان. لماذا نتحكم في المواد والألوان من هنا من هذا المكان ومن الشيدر إيديتر؟ أقسم الرؤية هنا عن طريق الإمساك بهذه الزاوية ثم السحب إلى الأسفل ثم أحول هذا العلوي إلى شيدر إيديتر. بإمكانك تحويلها من هنا ثم شيدر إيديتر، أو بإمكانك أن تضغط Shift F3، وShift F3 هو اختصار تحويل أي نافذة إلى شيدر إيديتر. Shift F3، أضغط Shift Z هنا في النافذة السفلية حتى أحوله إلى Render View. Shift Z. وهذه فرصة لأخبركم بشيء آخر، يجب أن تكون الفأرة فوق القسم المراد إدخال فيه الأمر. إذا أردت تحويل هذه النافذة إلى Render View فإني سأضع الفأرة فوق هذه النافذة، إذا وضعتها هنا فلن يحدث شيء. Shift Z لن يحدث شيء. لماذا هناك قسمين في بلندر للتحكم في المواد؟ هذا القسم وهذا القسم، مع أن هذا القسم فيه كل شيء هنا، كل ما تستطيع فعله هنا تستطيع فعله هنا كذلك، وكل ما تستطيع فعله هنا تستطيع فعله هنا. فلماذا اثنين؟ لأن النود إديتر أسهل ويمكنك رؤية به الروابط وكل شيء. العمل على المواد من خلال الشيدر إديتر مقارنة بالعمل على المواد من خلال هذا القسم أشبه بغابة. تخيل أن هناك هليكوبتر فوق الغابة وهناك رجل ينظر إلى الغابة من الأعلى، فسيرى كل الدروب وكل الممرات. أتحدث هنا عن النود إديتر، يرى كل الدروب وكل الممرات والاختصارات والروابط بينها. أما في الرجل الذي يكون في وسط الغابة فسوف لن يرى إلا الأشجار التي أمامه. هذا أشبه بالعمل هنا، فكأنك وسط تلك الغابة لا ترى شيء وتستكشف وتدخلها. العمل من هنا صعب جدا، لذلك لا أعمل المواد تقريبا إلا من خلال النود إديتر، إلا إن كانت مادة بسيطة جدا مثل هذه فحينها سأعمل على القسم قسم المواد من هنا، لأنها مادة بسيطة ولا تتطلب شيء، مجرد ضغط نيو تأتيك هذه ثم تغير اللون الأزرق مثلا. لا، بشع جدا. Ctrl Z. إذن فالنود إديتر هو شكل آخر لنفس القسم، هو شكل آخر لنفس هذا القسم، وهذا القسم ممثل هنا. الآن سأحاول عمل مادة معقدة بعض الشيء لهذه الكعكة في النود إديتر، وسنقارن بعد ذلك بين النود إديتر كيف صار وكيف صار هذا القسم هنا، ولكن من دون شرح لأن هذا ليس موضوعنا اليوم. انتهى الرندر وهذه النتيجة، لكن انظروا إلى النود هذه وانظروا إلى الماتيريالز هنا، قسم المواد هنا. القسم معقد جدا وفيه الكثير من الأمور، تلاحظون ذلك. أما قسم النود ففيه هذه الصور الثلاثة وهذه النود وهذه النود وهذين اللذين أعطانا إياهما البرنامج كهدية في البداية. انتهى الأمر مع النود إديتر اليوم. في الفيديو القادم سنعمل ذلك الجندي في من الشطرنج، تلك الحجر من الشطرنج. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.